سلام البنات، كدا يا وين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم غريسات بلديين تيجي ولداد وغزالين هكذا في الكوتيل الفطور اللي حبيتو. بالنسبه للمقادير عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الزبده، غنحتاج واحد قبصه ديال الملح. عندنا هنايا الزنجلان شي جوج معالق كبار ومعلقه كبيره ديال النافع. بالنسبه لهذا راه السمسم وهذا اليانسون بالنسبه للدول الاخرى. عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال السكر سنيده عملتهم في هذه التليفه، ونصف لتر ديال الحليب فيه ملعقه كبيره ديال ملعقه او ملعقه ونصف ديال الخميره فوريه على حسب الطقس. تنعملوه في نسيتو ديال الحليب ديجا غليناه وخليناه حتى دفى، عاد عملنا فيه هاد الملعقه ديال الخميره باش تيتفاعل. صافي، بالنسبه لهاد الشيء المكونات هاد الشيء اللي عندنا. دابا ان شاء الله غندوزو الطريقه. دابا ان شاء الله باش نتعجن العجانه غنعمل هنايا السنيده الزيت، وين المقادير كلهم تنعملوهم في هاد البول، تنخلو الماكينه تعجن لينا الله يخليها لينا. وعندنا هنايا الزبدة، الزنجلان والنافع. بالنسبة للزنجلان والنافع على حسب، اللي بغات تزيد تزيد، اللي بغات تنقص تنقص، على حسب اختياركم. جوج قبيصات هكا ديال الملح تصحيح الذوق. وعندنا هنا الحليب، شفتوا كيفاش تفاعلت الخميرة. المهم دابا غناخذ البول ديالي العجانه باش يدور شي شويه هذا الشيء بالنسبه للجنس هكا الزبده والزيت وهذا الشيء، عاد من بعد غنزيدو ان شاء الله الدقيق. دابا غادي نبداو نزيدو كيلو الدقيق ديالنا. بالنسبه للدقيق يمكن لك تنقصي على حسب الجوده، يمكن تنقصي كاس، يمكن تقدري تزيدي كاس اخر. المهم في الاخير حنا نشوفوا العجينه كيفاش خاصها تكون. صافي، غنزيد الدقيق ونخلي العجانه تعجن. هانتوما البنات كيف تشوفوا، هانتوما العجينه كيفاش خاصها تكون، مقاسها ما مطلوقه. بالنسبه لنا حنا زدنا واحد نص كاس ديال الدقيق. قلت لكم يمكن لكم تنقصوا يمكن لكم تزيدوا على حسب الجوده ديال الدقيق. حنا زدنا واحد نص كاس ديال الدقيق. صافي، دابا غنعملوا الكويرات ديالنا في الطاوه، انتم معنا. صافي، دابا غنعملوا كويرات، راه ديجا بدينا. تناخذوا شويه الزيت في يدينا صافي، ونعملوا كويرات هكذا بين يدينا كيف تشوفوا معايا. ديجا بدينا، ها هما بهذا الشكل. صافي، نكملوا الكويرات ديالنا كاملين، من بعد من نساليو ان شاء الله غادي نقرصوهم انتما تشوفوا معنا ونخليهم يخمروا. صافي، دابا غنبداو نقرصوهم. لحقاش حنا تنقرصوهم في الاول، تنكوروهم كاملين باش يرتاحوا، باش من نبغوا نقرصو كيف تشوفوا بديت تيجي ساهل تقرص. صافي، نقرصو غير هكا شي شويه على هكا، وفي الطاوانيت يعني ما غير في الطاوان نقرصو، من بعد غنخليوهم ان شاء الله يخمروا، نغطيوهم نخليوهم يخمروا، عاد تنعملو ليهم البيض وانتم تشوفوا معنا ونمشيو للفران. صافي، غنستنى بحال هكذا حتى نسالي الطاوه ديالي كامله وانتم معايا. كيف تشوفوا معايا البنات، صافي الطاوه ديالنا ها هو القص ديالنا خما. دابا ناخذوا البيض، طلبنا واحد البيضه ديو فيها، اما زيدوها شويه ديال نسكافيه ولا عندكم الصوجة ولا غير شويه الخل اللي بيتو. صافي، تنبداو ندهنو. انا غنوريكم دابا وحده
وغادي نكمل الطاوة كاملة باش تشوفوا معايا. صافي دابا من دهنتها غادي نرشو بواحد شويه ديال الزنجلان بحال هكا غير الزواقه. بالنسبه لهذا الزنجلان اللي دابا تنزوق به هذا بامكانكم تخلوه غير هكذا يعني غير خضر، ولكن اللي تنعملوا الوسط هذاك ولا بدا ما تحمروش شويه، ما هذا ماشي مشكل، هذا مع الفران غادي يتحمر. صافي حبيباتي غنكمل الطاوه وغادي نرجع معكم. صافي الطاوه ديالنا كيف تشوفوا دابا موجوده، دابا ما بقى غير ندخلوها الفران. اذا البنات وصلنا اخر فيديو، القوس البلدي ديالنا هو هذا. في الاعياد الفطور في الكوتي الوليدات المدرسه تيجي هائل ولذيذ بزاف بزاف. كيف تشوفوا معايا كيف تيجي رطب تيجي غزال. بقاو معايا نحل معكم وحيده كيف تشوفوا كيف تيجي من الوسط هائل هائل. تيعجبني انا هكذا في الفطور في الكوتي تيجي غزال، نعملوه مع اما شوكولا اتارتيني ولا الكونفيتور اللي موجود في الدار، فرماج تيدوز مع كلشي بحال هكا تيجي هائل. نتمنى البنات ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، وما تنساوناش دائما من الدعم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.